سلام، بداية ضعنا في صورة الانفجارات التي هزت الأحياء في العاصمة. تحية طيبة لك أختي الكريمة. شكرا لك. لا يزال الهجوم الوحشي لعصابات الأسد وشبيحته من قصف الطيران والمدافع وتهديم المنازل مستمر وفي ازدياد. فمنذ الصباح الباكر حشود عسكرية ضخمة مؤلفة من أكثر من 23 دبابة تستعد لاقتحام جزيرة عرطوز، ومع عدد كبير من آليات العسكرية والباصات المملوءة بعناصر الشبيحة ومحاصرة البلدة من جميع الجهات. نعم. تزامنا مع قصف عنيف يتعرض له الحي من فوج 100 وفوج 153، والى الان 75 قذيفه منذ الصباح الباكر الى الان. 75 كامل لكافه الطرقات المؤديه للبلده. نعم. ودخول الدبابات وعربات المسطحه مدعومين بعناصر من الشبيحه ويقارب عددهم 1000 عنصر، وانباء عن تواجد ايرانيين بينهم، وتمنع الاهالي من النزوح الى المناطق المجاوره لجزيره عرطوز، ويطلب منهم العوده الى منازلهم في ظل تقدم الحشود العسكريه وانتشارها ومحاصرتها للبلده. والوضع متأزم وحالة من الرعب والذعر تنتابه الأهالي في ظل نقص حاد من الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية، وفي ظل تخوف من ارتكاب مجزرة بحق المدنيين، وما زالت المداهمات مستمرة حتى لجميع المنازل البلدة وتفتيش الدقيق على الهويات المواطنين. نعم. سلام، ماذا عن المجزرة التي اكتشفت في السبينة؟ ما هي آخر التطورات في صقبة بريف دمشق؟ نعم، تم انتشال 6 جثث إلى الآن في ولا تزال عمليات البحث ضمن الأنقاض جارية لليوم الرابع على التوالي. أختي الكريمة، في جزيرة عرطوز الوضع متأزم جدا. أهالي جزيرة عرطوز يناشدون العالم بالتدخل قبل حدوث مجزرة جديدة في البلدة. كما وتم إغلاق أسرة دمشق والقنيطرة من قبل الحاجز المتواجد في بلدة دروشة، ومنع الخروج من دروشة، وطابور السيارات يصل لمسافات أكثر من كيلومتر. عفوا سلام للمقاطعة، لكن سؤالي كان بالنسبة للوضع في السبينة والمجزرة. نعم. التي اكتشفت هناك في السبينة حصيلة الشهداء إلى الآن 15 شهيدا، والعدد ارتفع، وعدد كبير من الجرحى بين الأهالي، وسقوط براميل التي إن تي. نعم، يبدو أن هناك خلل في الاتصال. مع السلامة، محمد ناشط ميداني من ريف دمشق، شكرا لك. تعرض